أعزائي الطلبة، طاب نهاركم في سلسلة المحاضرات الفيديوية لمشروع التعليم الإلكتروني. نعرض هنا محاضرة في مادة الاحتسابية كمبيوتر ثيوري لطلبة أقسام الحاسوب. في هذا اليوم راح نتكلم عن النون ديترمينستيك فاينايت أوتوماتا، واللي راح نرمزلها بالNDF، عفوا NFA، Non-deterministic finite automata. Non-determinism تعريفه هو أن يكون عندي أكثر من طريق للوصول إلى الفاينل ستيت، إلى المرحلة النهائية. يعني مثلا كيف نقدر نحكم على الفاينات automata، هل هي deterministic or non-deterministic؟ لاحظوا هنا في هذه الفاينات automata، هذا الـ Q0 من اي بالكيو 0 ويجيني انبوت 0، فعندي اكثر من طريق، اما اخذ هذا الطريق وافضل بالكيو 0 او امشي الى الكيو 3 ومن ثم انتظر هنا الانبوت اللي بعده. هذا الفاينات اوتوماتا اللي تعطيني اكثر من طريق في اي وحده من الستيتس مالتها تسمى نون ديترمينستيك. وتفرق عن الديترمينستيك، الديترمينستيك هي اكو طريق واحد فقط يوديني الى الفاينل ستيت، يعني في كل ستيت لكل انبوت اكو طريق واحد، يعني ما اكو طريقين لنفس الانبوت بالستيت الواحدة. هاي حتى نقدر نميز بين الديترمينستيك والنون ديترمينستيك. هاي الامثلة بالحقيقة احنا شارحيها مسبقا، وواضح الديترمينستيك الفرق عن non-deterministic من الترانزيشن تيبل. لاحظوا بالترانزيشن تيبل من عندي هنا هذا الكولوم اللي هو الستيت، وهذا الرو الافقي اللي هو الالفابيت. هنا الالفابيت اللي عندي هي 0 و 1. لاحظوا هنا الكيو 0 بالالفابيت 0 ينقلني الى 2 states. من نقلني الى 2 states معناها هاي الفاينات اوتوماتا هي نون ديتيرمينستيك، بينما بالديتيرمينستيك ما راح نلقى هنا 2 states بنفس الانبوت، راح نلقى دائما اكو ستيت واحدة او فاي، لكنه ما راح نلقى ابدا 2 states. اللي شفته بالمحاضرة الاخيرة اللي اخذناها بالصف كان اكو تفاعل مع الكوفالنس اوف ديترمينستيك فاينات اوتوماتا اند نون ديترمينستيك فاينات اوتوماتا. كيف نجد الكوفالنس للنون ديترمينستيك فاينات اوتوماتا ونحولها الى ديترمينستيك؟ حقيقه الواجب اللي اعطيناه لقيت به تفاعل ممتاز من الطلاب، ولكن اكو بعض المفاهيم يعني تحتاج بعض التوضيح، راح اليوم نوضحها حتى إن شاء الله بالمحاضرة القادمة ننتقل إلى موضوع جديد. لكل non-deterministic finite automata أكو deterministic finite automata يكافئها. من نقول يكافئها معناها أني أقدر أجد لهذه non-deterministic اللي عندي اللي بها إشكالات أقدر أبني deterministic finite automata تكافئها. من نقول تكافئها معناها تنطيني نفس السترينجز او تولد لي نفس اللغة اللي كانت النون ديترمينستيك تولدها. يعني شغلنا شنو في هذا الكلام؟ بانه احنا الانبوت اللي عندنا هو نون ديترمينستيك فاينات اوتوماتا، ونحاول نبني ديترمينستيك تكافئها. لاحظوا في هذا المثال، طبعا الغرض منه بانه حتى ما اني اختبر كل الطرق اللي ممكن احاول اختبر بيها سترينج هل هو مقبول او لا، لانه لازم امشي بكل الطرق يلا اقرر، بينما بالديترمينستيك انا عندي طريق واحد يوديني الى الفاينل ستيت. لاحظوا في هذا المثال ان هذه النون ديترمينستيك فاينات اوتوماتا المفروض نبني ديترمينستيك خاصة بيها او تكافئها. كيف بالبداية كيف نحكم على هاي الفاينات اوتوماتا هي نون ديترمينستيك؟ هنا واضح
لاحظوا بالستيت A عندما يجيني input 1 فهو أما أخذ هذا الطريق وينقلني يبقيني بالستيت A أو أخذ هذا الطريق وينقلني إلى B. فهذا وحدة كافي أن نحكم على هاي الفاينايت أوتوماتا هي نون ديترمينستيك، ولكن هي بها أكثر من مكان للنون ديترمينزم. لاحظوا في البي لاني بالستيت بي وجاني انبوت زيرو، فهو أما ينقلني إلى سي أو يعيدني إلى أي. هذا أيضا سبب آخر يخليني أحكم على هاي الفاينايت أوتوماتا هي نون ديترمينستيك. أكو بعد؟ نعم أكو. هذا السي عندما أني بالسي ويجيني input 1 أما ينقلني إلى الفاينل ستيت X أو يعيدني إلى الستيت B عندما يجيني input 1. إذن لكل هذه الأسباب، ولهو سبب واحد يكفي لكل هذه الأسباب، نقدر نحكم على هاي الفاينات أوتوماتا هي من نوع non-deterministic. كيف نبني الديترمينستيك المكافئ لها؟ الموضوع ببساطة، أبدي من البداية، أخذ أول state اللي هي start state اللي هي عندي هنا في هذا المثال الستيت اسمها A، واختبرها بكل الانبوت الفابت. هنا عندي الالفابت هي 0 1، فهذه الA اللي أخذتها مرة أقول إذا جاها 0 إلى ماذا تنقلني، ومرة أقول إذا جاني 1 إذا ماذا تنقلني. نجي هنا نقول A إذا جاني 0 ما تنقلني إلى أي مكان. إذن هاي الفاينايت أوتوماتا يتوجب عليها بأنه أول input character يجب أن يكون 1، فما عندي 0 ما ينقلني إلى أي مكان آخر فسوي فاي. طيب إذا أني بالA وجاني 1 فهو أما يبقيني بالA أو ينقلني إلى B، فسويت ستيت جديدة اسمها AB، اسمها AB. سأني بالستارت ستيت وجاني 0 وداني إلى فاي، أني بالستارت ستيت وجاني 1 يوديني إلى ستيت اسمها AB. مباشرة أجي هنا أرسمها، أني بالستارت ستيت عندي A، بالزيرو يوديني إلى الفاي وهاي نقدر ما نرسمها أيضا، وبالوان يوديني إلى ستيت جديدة هذه أرسمها اسمها AB. لاحظوا هنا بعد ما نرجع إلى الستيت أو إلى الفاينات أوتوميتا الأصلية، نيجي نختبر الستيت الجديدة اللي طلعتنا. هنا طلعنا فاي، الفاي ما قدرنا نختبرها، وطلعنا ستيت جديدة اسمها AB. هاي هذه الستيت الجديدة اللي اسمها AB اللي احنا يتوجب علينا نختبرها. ما نرجع نختبر البي واحد والسي واحد وهكذا إلا إذا ظهروا مرة ثانية بالديترمينستيك فاينايت أوتوماتا الجديدة اللي احنا قاعدين ننشئها. فهنا دائما يقع الطالب في خطأ بأنه يروح يكمل على الستيت الثانية يختبر البي ومن ثم يختبر السي وهكذا، وهذا غير صحيح. أني أبدأ بالأي اللي هي start state ولاحقا أختبر كل ستيت جديدة ظهرت لي. هنا ظهر لي ستيت اسمه AB. طيب هسه شو نقول هنا؟ لاحظوا هنا نقول AB هاي الستيت الجديدة نختبرها مرة 0 مرة 1. AB بالزيرو، AB بالزيرو معناها أخذ الA ما لا كان ينقلني بالزيرو، والB أيضا ما كان ينقلني بالزيرو. الA بالزيرو ما يوديني إلى أي مكان فاي، الB بالزيرو ينقلني إلى A وينقلني إلى C، فظهرت عندي ستيت جديدة اسمها AC. لاحظوا AB بالزيرو ينقلني إلى AC، هاي ستيت جديدة. الAB بالوان، الA بالوان ينقلني إلى A وB، نضيف له الB بالوان ما ينقلني إلى كل شيء، إذا نظل AB. لاحظوا هسه هاي الستيت اللي احنا اختبرناها AB بالزيرو نقلتني إلى ستيت جديدة AC اسمها، وبالوان نقلتني أو بقتني بنفس الستيت اللي اسمها AB. أجي على الرسم، بالزيرو نقلني إلى ستيت جديدة اسمها AC، وبالوان بقاني بنفس الستيت
A B. جيد. هسه أني توجب علي أختبر الستيت اللي ظهرت الجديدة اللي هي A C. ليش؟ لأنه الـ A B أنا أصلاً مختبرها. نروح نختبر الـ A C. الـ A C مرة اختبرها بزيرو، مرة اختبرها بوان، لأنه إحنا قلنا نختبرها على كل الألفابيت الموجودة عندنا. هسه A و C كل واحد على حدة، إذا يجيني زيرو. الـ A من يجيني زيرو ما ينقلني إلى أي مكان، إذن هو فاي. الـ C من يجيني زيرو أيضاً ما ينقلني إلى أي مكان، هي أيضاً فاي. إذن الـ A C مع الزيرو ينطيني فاي. الـ A C مع الواحد. الـ A مع الواحد ينقلني إلى A أو B، فA B. الـ C مع الواحد ينقلني إلى B or X. الـ B ما بدا نكررها لأن إحنا دينا عن مجموعة، فراح يصير عندي A B B X، أحذف واحد من البيز يبقى عندي ستيج جديدة اسمها A B X. A B X هاي الستيج نرسمها هنا اسمها ABX. نجيها من الـ ACB عندما يكون عندنا واحد. هسه بما أنه عندنا ستيج جديدة اسمها ABX أيضا لازم نختبرها مع 0 مع 1، 0 و 1 اللي هما الألفابيت. هسه الـ A مع الـ 0، احنا الـ A ما ينقلني إلى أي مكان مع الـ 0. الـ B مع الـ 0 ينقلني إلى A or C، نقلني هنا A or C. الاكس مع الزيرو ما ينقلني الى اي مكان، الاكس مع الزيرو ما ينقلني الى اي مكان. اذا ظهر عندي ستيت اسمها اي سي، وهاي الستيت هي ظاهره عندنا سابقا. نختبر الاي بي اكس هاي الستيت مع الواحد اذا جاني انبوت واحد. اذا بالاي وجاني انبوت واحد فهو اما يبقيني بالاي او ينقلني الى بي، اذا اكتب اي بي. أني بالبي وجاني واحد ما ينقلني إلى أي مكان لأنه البي ما يقبل يجيني واحد إذا أني بالستيت بي. والأكس إذا أني بالستيت أكس وجاني واحد ما ينقلني إلى أي مكان، إذا يبقى الستيت هو أي بي، وهذا أيضا ظاهرة سابقة. إذا هسه هاي الستيت أي بي أكس بالزيرو تنقلني إلى أي سي اللي هي موجودة، وبال وان تنقلني إلى أي بي اللي هي أيضا موجودة. الفاي إذا اختبرناه أو ما اختبرناه أو حطيناه بالرسم أو ما حطيناه، هو ما راح يأثر شيء على الـ Deterministic Final State. هسه بقى عندنا لازم نحدد أي state من هذولا، بما أنه بعد ما ظهر عندنا شيء جديد وكل الـ states اللي ظهرت اختبرناها خلاص نتوقف. يبقى عندنا أن نحدد أي final، أي state من هذولا هي final state. نروح نبحث عن كل ستيت تحوي الفاينل ستيت الأصلية. لاحظوا الفاينل ستيت الأصلية بالمثال هي X، فنروح نبحث عن أي ستيت من هذولة تحتوي على X نحددها على أنه هي فاينل ستيت، وممكن تكون أكثر من فاينل ستيت بالمثال نفسه. لاحظوا هسه هذا الديترمينستيك فاينايت أوتوماتا اللي يكافئ القديم، نشوفه بأنه ما عندي أي ستيت ما بيها تو أركس ينطلقون إذا جاني نفس الانبوت. هنا الـ A و B إذا جاني واحد يوديني إلى طريق واحد فقط هو هذا، إذا جاني زيرو يوديني إلى طريق واحد فقط هو هذا. الـ A C إذا جاني واحد ينقلني إلى كذا، إذا جاني زيرو ينقلني إلى فاي. المهم ما عندي انبوت واحد ينقلني إلى أكثر من مكان. هاي الديترمينستيك فاينايت أوتوماتا تكافئ القديمة، عندي طريق واحد فقط يؤدي لي ينقلني من الستارت ستيت إلى الفاينل ستيت. تقدرون تجربون تأخذون أي سترينج تختبروه على النون ديترمينستيك المعطاة، يجب أن يتحقق نفس السترينج بالديترمينستيك اللي إحنا بنيناها اللي هي المفروض تكون مكافئة له. هذا مثال آخر نأخذه بشكل سريع. أيضا عندنا هذا أيضا عندنا هذا الفاينات أوتوماتا من نوع الديترمينستيك، ونقدر نحكم عليها بأنه هي الديترمينستيك ببساطة، بأنه أني بال
state A وجاني capital A وجاني input A فهو أما يبقيني بنفس الستيت أو ينقلني إلى C هذا كلش كافي بين أقدر أحكم عليه هي non-deterministic بينما أكو هذا أيضا آخر بينه إذا أنا بال B وجاني input B أما يبقيني بال B أو ينقلني إلى الستيت C بنفس الطريقة بينه أنا أخذ start state وأختبر أي ستيت جديدة تظهر ما أرجع على الستيتس القديمة الستيت بالبداية هي الاس كابتل اس اللي هي ستارت اختبرها مع الكابتل اي واختبر العفو مع السمول اي واختبرها مع السمول بي انا بالاس وجاني سمول اي ينقلني الى ستيت اللي هي كابتل اي واذا جاني بي ينقلني الستيت اللي هي كابتل بي ظهروا عندي تو ستيتس جديدة أخذنا هذا المثال حتى نقول لكم من أختبر آني الستيت أي مو لأنه هي موجودة هنا وإنما لأنه هي ظهرت من تتبع الانبوت من الستارت ستيت وأني ماشي هسه الأي يجي أختبر الأي مرة وأختبر البي مرة الأي من يجيني انبوت سمول أي راح ينقلني أما يبقيني بالكابتل أي أو ينقلني إلى السي فصار عندي ستيت جديدة اسمها A C بينما بال B ما ينقلني إلى أي مكان إذن هو فاي ال B هاي الستيت ال B اللي هي أيضا ظهرت أيضا لازم أختبرها قبل أن أروح أن أختبر ال A C فأجي أختبر الكابتل B أنا هنا كابتل B وجاني A ما ينقلني إلى أي مكان فهو فاي أنا بالكابتل B وجيني B فهو أما يبقيني بالكابتل B أو ينقلني إلى الستيت اللي اسمها C فصار عندي B C هسه لازم اختبر ال A C اللي يعني بعد ما اختبرتها ومن ثم ارجع اختبر ال B C ال A C بال A ال A كابتل A بال A ينقلني الى A or C اذن ال A C بال A بقيني بال A C لان ال C ما ينقلني الى اي مكان اخر اذا جاني انبوت اسمه A بال B A C بال B ايضا فاي لانه ال A من يجي إلى B كل شيء ما ينقله إلى أي مكان آخر والC أيضا ما ينقله إلى أي مكان آخر فيصير عندي فاي بقى عندي الستيت اللي هي BC اللي ظهرت بعد ما اختبرتها البC اختبرها مرة بالA مرة بالB الB بالA ما يوديني إلى أي مكان والC كذلك ما يوديني إلى أي مكان إذن هو فاي البC من يجيني أنبت B أما يبقيني بالB أو ينقلني إلى C بقاني بالبي او نقلني الى سي والسي من يجيني بي يوديني الى المكان فتبقى بي سي وهذه البي سي هي ستيت معروفه عندنا نجي نرسم الفاينات اوتوماتا واللي يجب ان تكون ديتيرمينستك لاحظوا بالستارت ستيت نقلني الى الاي هذا بالبي نقلني الى ستيت اسمها بي نجي على الاي بالسمول اي نقلني إلى ستيت اسمها AC وبالبي وداني إلى فاي قلنا هذا الفاي نقدر احنا أصلا ما نضمنها ولا نحطها ولا نختبرها نروح بالبي بالبي من يجيني A ما ينقلني إلى أي مكان من يجيني B ينقلني إلى ستيت اسمها BC ستيت اسمها BC وهكذا أكمل الرسم شلون أحدد الفاينل ستيت بهذا الفاينل ديتيرمينستيك فاينات اوتوميتا الفاينل ستيت الاصليه هي كانت سي فاينما ظهر سي فهو فاينل ستيت لاحظوا هذه اي سي فهو فاينل ستيت وهنا بي سي فهو فاينل ستيت اذا ممكن يكون عندي اكثر من فاينل ستيت واحده لاحظوا هنا في هاي الديتيرمينستيك فاينات اوتوميتا الجديده ما عندي ستيت يجيها انبوت ينقلها الى اكثر من مكان لاحظوا هاي الستيت من يجيها اي يبقيها هنا ماكو غير حل من يجيها بي ينقلنا الى غير مكان هنا عندي هذا البي من يجيني اي يوديني الى الفاي الى الفاي من يجيني بي يوديني الى ستيت اسمها بي سي ما عندي شيء ينقلني انبوت يوديني الى اكثر من مكان في نفس اللحظه شكرا لحسن اصغائكم